ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سمعناها بآذاننا فلنسمعها بقلوبنا ولنتذوق طعم التدبر وكيف أنه يوسع الأفق لا توسيع المجلات. تعالوا وانظروا. ظهر الفساد في البر والبحر، وهذه المشاكل ترونها غرق ومشاكل وتقتيل. قبل أن تسأل لما، يقول لك الله الإجابة: بما كسبت أيدي الناس. قبل أن تقول لما يا رب، يقول لك: ليذيقهم بعض، ما قال كل، وإلا لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لما يا رب؟ لعلهم يرجعون. قبل أن يرجعون هناك، لعله يرجع هو من إرادته فنجازيه ونحبه على هذه التوبة، وإلا هو راجع راجع. السؤال الأخير: لما لم يقل ظهر الفساد في السماء؟ لأن الملائكة لا يعصون الله، فليس هناك فساد، وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق عليه صلوات ربي وسلامه عليه.